تعالوا بقى نشوف موضوع البرنس. البرنس بنتخ، فهمني بقى يا بنتوخي، ايه بقى موضوعنا؟ اهم واحد وبرنس والجو ده، قولي. بص يا ماما سلمى، قولي. انا اخيرا نجحت في اني انضم لاعظم شله في المدرسه، وبقيت جامد زيهم. هو صحيح الموضوع كلفني شويه تعب، بس مش مشكله. يعني ايه اعظم شله في المدرسه؟ ويعني ايه بقيت جامد زيهم وكلفني؟ كلفك ايه؟ ما انا محتاجه افهم، يعني فهمني بالظبط ايه اللي حصل. اصلا انا يا ماما سلمى كنت بلعب في المدرسه في الفسحه، لقيت ولد كده لذيذ كده، شعره مفلفل بشكل فظيع. قلت له جرائيا مفلفل، انت يا ابو شعر مفلفيله انت. ياه، ده حاجه تضحك جدا. هو ايه اللي يضحك؟ يا سلام، هو ايه ده اللي يضحك؟ مش فاهم. هو ايه اللي يضحك؟ ها، ايه يا ماما سلمى، ايه اللي يضحك؟ شعري ده قمر، الشعر ده ماله يعني؟ احكي لي. بص يا ماما سلمى، يعني بص حمزه شكله مشمئز قوي من كلامك. احكي شويه بقى كده. ولقيت مروان ايه الدبدوب معدي، قلت له ايه دبدوب انت يا دبديبو؟ مش فاهمه ايه ده دبديبو انت اسمه كده يعني؟ اصل مروان ده شبه الدبدوب بتاع افلام الكرتون اللي بياكل العسل ده، سميته مروان الدبدوب. شبه بودا. بودا جميل قوي ده، انا بحبه. يعني انت بتقول له كده؟ انت مش فاهمه، هو انت بتتريق؟ انا لا تتريق ايه؟ لا يا ماما سلمى ما تكبريش المواضيع كده، ده انا بهزر. لا يا بنت حبيبي، انت مش بتهزر. وبعدين انت دايما لازم تحط نفسك مكان اللي انت بتتكلم معاه. هل هو شايف ان ده هزار يعني؟ هو مش شايف اكيد ان ده هزار يا بنتخ. انت كده بتتنمر عليه، انت بتزعله وبتضايقه ومش بتراعي كمان مشاعره. يا ماما سلمى تنمر ايه بس؟ بصي يعني هم ما بيزعلوش، هي بس الوحيده اللي زعلت نرمين. نرمين كمان؟ لسه في نرمين؟ عملت لها ايه بنرمين؟ نرمين دي اصلي كانت ماشيه كده في فصل، قلت لها يا نرمين يا اذعه. والفصل كله بقى ضحك عليها، كلنا ضحكنا بقى. بس انا مش هاممني بقى، ما انا في شله معاذ بقى البرنس اللي خدوني معاهم بقى، وبقيت برنس زيهم بقى براحتي بقى. اقول لهم يا اوزع يا دبدوب يا كله بقى ما يهمنيش. انا مش مصدقه، انا مش مصدقه يا بنتخ ان انت بتعمل الحاجات الوحشه دي. ايه حاجات وحشه ليه؟ انا بهزر يا مسلمى، هزار. لا يا بنتخ مش هزار. كبر الموضوع ليه كده حبيبي؟ انت كده بتجرح مشاعرهم. ازاي بتهزر مع حد وتزعله؟ انت بتقول نرمين عيطت؟ البنت عيطت، انت خليتها تعيط؟ انت مش متخيل قد ايه دي حاجه صعبه؟ طب انا هسال صحابنا، ايه رايكم في اللي بنتخ عمله ده؟ غلط. مين عايز يعلق على اللي بنتك عمله؟ مين؟ قولي قولي ايه ده؟ قول. نجري احنا بنتنمر على الناس يعني. يعني حد فيكم حصل معاه حاجه زي كده طيب قبل كده؟ او شاف قدامه في المدرسه او في النادي موقف زي ده، حد بيقول لحد كلمه زعلته مثلا؟ حد فيكم شاف ده قدامه؟ لا والله. انتوا كل اصحابكم حلوين ومحترمين ومؤدبين. انا مش مصدقه يا بنتخ ان انت بنتخ حبيبي المؤدب الجميل اللي بتراعي شعور الناس تعمل كده، وكل ده عشان شلة اسمه ايه؟ معاذ. ايه مين معاذ؟ مش عارف يعني بيعملوا ايه الشلة دي يعني عشان تبقى نفسك قوي تدخل معاهم كده في الشلة؟ ده انا تعبت قوي، دول خلوني اروح اجيب لهم الكورة من ورا الجون لمدة سنة كاملة لحد ما بقيت واحد منهم. اخس عليك يا بنتخ، معقول يا بنتخ؟ ازاي بنتخ؟ انت لازم يا حبيبي تبقى مقدر نفسك اكتر من كده بكتير. تعبت قوي يا ماما سلمى عبال ما انضميت لشلة معاذ البرنس عشان ابقى برنس زيهم بقى، وامشي بقى في المدرسه كده ومحدش يهمني بقى، واقعد اقول لي دوت انت اذعه وانت مكلبز وانت مبقلز وهيص بقى وكده، ما يهمنيش. لا يا بنتخ ما يهمنيش. انا زعلانه يا بنتخ منك. ليه يا ماما سلمى؟ فعلا زعلانه منك. انت المفروض يا حبيبي ما تبقاش واحد منهم اصلا، انت المفروض تقول لهم ان اللي بيعملوه غلط، انت المفروض تقول لهم ايه الصح عشان يعملوه. انت ولد جميل ومؤدب وبتحب الناس وبتراعي شعور اللي والناس كلها بتحبك، معقول يا بنتخ انت اللي تبقى سبب في ان حد يعيط او في انك تجرح حد بالطريقه دي؟ يعني ده تنمر؟ طبعا ده تنمر يا بنتخ. تنمر طبعا زي بعضه. اديك عرفت اهو، هتعمل ايه بقى يا زيدي؟ زمان كنا بنتكلم في موضوع التنمر ده، انا كنت فاكر ان ده هزار بس يعني، وكله بيضحك. بالظبط بالظبط. شوف انت خليت نرمين تعيط ومروان الجميل مش عارف يعمل ايه. طب انا هقول لك على حاجه حلوه جت في دماغي دلوقتي. اتفضلي. فاكر يا بنتخ لما قلت لك قبل كده على خط نجدة الطفل؟ خط نجدة الطفل؟ لو اي طفل اتعرض لتنمر او حاجه مضايقاه ومش عارف يتصرف فيها ازاي، او لقى نفسه ان هو بيعيط ومش عارف يعمل ايه، ممكن يكلم الخط ده، لان كل الناس اللي هيردوا عليكم هم ناس متخصصين في علم نفس الاطفال ويقدروا يقولوا لكم تتصرفوا ازاي في الموقف ده.
تعالى نكلمهم. يعني ممكن اعرف منهم ازاي اصالح زمايلي في المدرسه اللي زعلوا مني؟ بالظبط بالظبط. الرقم عايزه كل اصحابنا يبقوا عارفين الرقم ده. وشلت معاذ ما تتريقش عليا يا ماما سلمى. خلينا نشوف بقى تعمل ايه. الرقم 16 3 0 16000 16 3 0. تعالى بص تعالى نكلمهم دلوقتي، ايه رايك؟ يلا بينا. بص يا سيدي احنا نكلم دلوقتي 16 3 0 عشان يردوا علينا ونسالهم انت هتعمل ايه عشان تصالح صحابك، ايه رايك؟ يلا بينا. طيب يلا. هيجمع دلوقتي يا بنتوخي اهو. هفتح السبيكر. صباح الخير يا فندم. الو صباح الخير. صباح النور يا فندم. من فضلك انا معايا ابني. أيوة. وهو عنده مشكله كده في المدرسه بس للاسف هو سبب فيها. انا عايزاه يحكي لك عشان تقول له يعني المفروض ان هو يتصرف ازاي. ممكن؟ عندك كام سنه حضرتك؟ عندك كام سنه يا بندوخه دلوقتي؟ 8؟ ستة ونص. لا 8. 8؟ انت كبرت، انت بتصغر. عنده 8 سنين. 8 سنين، أولى ابتدائي يعني ولا تانية؟ في تانية دلوقتي. تانية ابتدائي، تمام. طيب. اتفضلي حضرتك. هو اسمه بنتخ وهو هيكلمك اهو، يلا قول له يا بنتخ احكي لي. أنا أصحابي في المدرسة بيقعدوا يقولوا لي عشان تنضم للشلة بتاعتنا لازم تروح تجيب الكرة من ورا الجون. عشان تبقى بعد كده بقى انت ايه معانا في شلتنا بقى وتقدر بقى ايه محدش يقدر يتنمر عليك وانت تبقى انت الجامد جدا انت البرنس. طب فانا مش عارف اعمل ايه مع اصحابي دول الشله دي. لا استنى، ده هو المشكله انه بعد كده هو بقى اللي بقى المتنمر للاسف عشان يدخل جوه الشله دي زعل صحابه منه وهو دلوقتي عايز يصالحه. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ ايوه. طيب هم بيتنمروا عليك ليه يا بنت؟ يعني علشان انا ايه شعري كده مكتكت كده. شعرك جميل، شعرك جميل وانت جميل. شعرك كيرلي يعني. كيرلي حلو جميل. هو كيرلي وحش؟ ايه كيرلي وحش؟ مش عارف. لا مش وحش طبعا، مش وحش. حلو وجميل عليك يا بنتوخي. تمام. وانت حاسس ان انت منظرك حلو كده؟ انا طبعا عارف ان منظري حلو وجميل. طيب ايه المشكله؟ مش عارف. كنت عايز انضم للشله بتاعتهم اللي هم برنس كده ومحدش يقدر يضايقهم خالص وبيتريقوا على الناس براحتهم. لا ما هو احنا ما نتريقش على حد عشان ما حدش يتريق علينا. مش لكل فعل رد فعل؟ ايوه صح. انا ما اتريق على حد هو كمان هيتريق عليا، حتى لو انا ما فيش حاجه هو ممكن يتهمني بحاجات مش موجوده فيا. ايوه. طب انت دلوقتي المفروض يعمل ايه علشان يصالح صحابه وعلشان كمان للاسف في اطفال كتير زي بنتك ممكن يبقوا عايزين ينضموا للشله الجامده دي اللي هو بيقول عليها فيعملوا حاجات غلط. مفيش مشكله خالص، احنا لو يعني هو عايز يعرف ازاي يتعامل معاهم فاحنا نحوله على وحده الدعم النفسي ويقدموا له مشوره نفسيه باساليب التعامل الجيده مع زملائه. طب هل في حد دلوقتي نقدر دكتور دلوقتي نقدر نكلمه من وحده ممكن الدعم النفسي؟ يا ريت يا ريت. ممكن احول حضرتك دلوقتي للدكتوره هدى، هي مدير الوحده وتدينا الاستشارة النفسية الخاصة. طب كويس يا ريت. اتفضل. تمام لحظة واحدة معايا. اتفضل كويس. دكتورة هدى بقى هي اللي هتقول لك تعمل ايه. اتفقنا؟ المشكلة دي ان شاء الله. كويس والله الخط ده. الو الو. ايوه صباح الخير. صباح الخير يا دكتورة هدى، ازاي حضرتك؟ صباح الخير، اهلا وسهلا. ازيك يا ماما سلمى، عاملة ايه؟ الحمد لله زي الفل. انت عرفتي مشكلة بنتك ايه صح؟ ايوه انا سمعت. ايوه المشكله ايه بالظبط؟ طيب يعمل ايه بقى بنتخ والاطفال اللي زيه عموما كلهم؟ بص يا بنتخ، بص يا حبيبي دلوقتي انا بس عايزه افهمك على حاجه. دلوقتي انت لما اتعرضت للتنمر في الاول وهم اصحابك اتريقوا على شعرك وكده، المهم ان انا لما اتعرض للتنمر ان انا اعمل ايه؟ المهم ان انا يعني ما بينش للي قدامي انه انا ضعيف. تمام يا بنتك؟ أيوة. حاجة مهمة قوي يعني لازم أبقى قدامهم أنا قوي. قوي. خلاص؟ وأبقى قوي واثق من نفسي. تمام. وأرد بقى يعني ما ينفعش إن أنا أسكت على حاجة زي كده. بس يرد إزاي برضو يا دكتور؟ يعني يرد إزاي؟ هقول لك يا بنتك، هقول لكم. يعني دلوقتي مثلا لو أنا مثلا حد اتريق عليا، أنا مثلا بلبس نظارة وحد قال لي إيه ده أنتِ أم أربع عيون. ما ينفعش إن أنا أسكت بقى، لا أنا أبقى واقفة كده بثقة بنفسي
وكده، واقول له ايه، طب ما انا عارفه ان انا لابسه نظاره بس شكلي قمر برضو، او إيه؟ انا اعمل ايه، دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا مثلا ايه اصفر من الكلام اللي هو قاله، يعني ايه، ما هي بايخه قديمه، ما انت قلتها قبل كده، عارف تمام بالظبط كده. ليه؟ لان انا ما اديلوش فرصه ان هو يفهم ان هو جرحني او اذاني. تمام؟ دي حاجه مهمه، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، لازم اعملها في الدفاع عن نفسي ضد التنمر. خلاص؟ تمام. طيب الحاجة التانية بقى اللي أنا أعملها علشان أنا ما لاقيش نفسي بعد شوية بتنمر على الآخرين وأبقى أنا نفسي كمان متنمر، أعمل إيه؟ حاجة مهمة قوي، إنه دلوقتي أنا مشاعري اتجرحت لما حد قال لي كده أو اتريق على شعري أو اتريق على نظارتي، بالظبط أعمل إيه؟ لازم أشارك مشاعري، يعني لازم أتكلم عن مشاعري وأشاركها، بس ينفع إن أنا أروح أشاركها كده مع أي حد في الشارع أو أي أصحابي المتنمرين دول؟ لأ، ما ينفعش. لازم اشاركها مع حد يكون قريب ليا، حد يكون امان بالنسبه لي، يعني ماما بابا مثلا، ماما بابا الدكتوره بتاعتي، اشاركها هنا عندنا على خط النجدة، ينفع طبعا في مكان امان، لكن ما ينفعش ان انا ايه لو سبت المشاعر دي جوايا وهي مشاعر مؤلمه واذتني، انا بعد شويه هلاقي نفسي باذي الاخرين، بعمل زيه، واخد بالي. عندك حق، صح كده، وانا مش واخد بالي خالص. تمام، اتفقنا يا بنتك؟ اتفقنا يا بنتي، اتفقنا. طيب تمام، شكرا جدا جدا يا دكتوره هدى، شكرا جدا جدا على النصيحه الحلوه اللي قدمتيها لبنتك، واللي اكيد انا عارفه ومتاكده ان في اصحابنا كتير من اللي بيشوفونا دلوقتي ممكن يبقوا تعرضوا لحاجه شبه دي كمان يا بنتك، ويبقوا بعد ما كانوا طيبين وحلوين يلاقوا نفسهم هم كمان بيضايقوا الناس لانهم اتعرضوا لتنمر كتير. وده يا بنتك حصل لك لان انت اتعرضت فعلا لتنمر كتير من الشله اللي انت بتقول عليها جامده، اللي هي مش جامده ده خالص، اللي هي لازم اصلا تقعد تفهمهم وتقول لهم على فكره اللي بتعملوه ده غلط، والمفروض تعملوا 1 2 3 زي ما دكتوره هدى قالت لنا.